أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: والدي كبير في السن وعامي، ومر بعدة جلطات في رأسه، فيصلي غالبا وهو على غير طهارة، فقد فهمناه عدة مرات ولكنه ما زال على فعله. السؤال: ما حكم صلاته وما هو واجبنا تجاهه؟ قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. وربما يكون هذا ليس عليه صلاة، إذا لم يكن عنده فكر فإنه ليس عليه صلاة، لكن إذا صلى خليته يصلي من باب الاحتياط إبراهيم يصلي على حسب حاله، يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.